السلامة ومرحبا بكم. خلال هذا اللقاء سوف نرى المثلثات المتقايسة الأضلاع كحصة سابعة من درس تقايس المثلثات، وسوف ننطلق بهذا النشاط الأول، ومنه سوف نرى أن المثلث المتقايس الأضلاع ما هو إلا مثلث متقايس الضلعين له زاوية قيس فتحتها 60 درجة. هذا مساء نستنتجه من خلال هذا النشاط، وسوف يكتب في التذكرة. وبالتالي نعود إلى النشاط الأول، يقول: ارسم مثلثا A B C متقايس الضلعين وقيس إحدى زواياه 60 درجة. متقايس الضلعين وإحدى الزوايا 60 درجة. بين أن المثلث A B C متقايس الأضلاع وأن قيس كل زاوية من زواياه 60 درجة. يعني سوف نبين في نهاية المطاف أن هذا المثلث له ثلاث أضلاع متقايسة، متقايس الأضلاع وزواياه مساوية ل 60 درجة. علما أن إذا تقايست الزوايا الثلاثة فبالضرورة ثمة تقايس للأضلاع الثلاث. فبالتالي ننطلق بهذا الرسم. ABC هو مثلث متقايس الضلعين وله هاته الزاوية قيس فتحتها 60 درجة. هذان الضلعان متقايسان. هنا لتكن A قيس فتحة الزاوية A تساوي 60 درجة، ونعلم أن مجموع أقيس زوايا المثلث تساوي 180 درجة، يعني 60 زائد قيس فتحة الزاوية B زائد قيس فتحة الزاوية C تساوي 180 درجة. المثلث ABC متقايس الضلعين، بما أنه متقايس الضلعين فبالضرورة لدينا زاويتان متقايستان، وهما كما رأينا خلال الحصة الفارطة الزاويتان المجاورتان للقاعدة. القاعدة هو الضلع المقابل للقمة الرئيسية. فبالتالي هنا هذا المثلث ABC متقايس الضلعين، فبالضرورة ثمة زاويتين هنا متقايستين. فبالضرورة يمكن أن تكون A و B هاتان الزاويتان متقايستان، أو A و C هاتان الزاويتان متقايستان، أو C و B هاتان الزاويتان متقايستان. هنا الإمكانية الأولى A و B زاويتان متقايستان، هاتان الزاويتان من ضمن الثلاثة زوايا لهذا المثلث. فبالتالي فبالضرورة يمكن أن يكون هذا القيس قيس فتحة هذه الزاوية A مساوي لقيس فتحة الزاوية B كلاهما يساوي 60 درجة. وبالتالي من هنا بما أن مجموع قيس زوايا المثلث يساوي 180 درجة فيعطي بالضرورة قيس فتحة الزاوية C أيضا 60 درجة. وبالتالي هنا نلاحظ أن الزوايا الثلاثة متقايسة A و B و C متقايسة، وكل من هذه الزوايا قيس فتحتها 60 درجة. أو إمكانية ثانية يمكن أن تكون قيس فتحة الزاوية A وقيس فتحة الزاوية C متقايستان وكلاهما 60 درجة. وبالتالي في هذه اللحظة في هذه الحالة قيس فتحة الزاوية B أيضا يساوي 60 درجة. وأيضا هنا أيضا قيس الفتحات هنا A و B و C متقايسة، كل من هذه الأقيسة مساوي ل 60 درجة. أو يمكن أن يكون قيس فتحة الزاوية B مقايس لقيس فتحة الزاوية C يساوي 60 درجة. لماذا 60 درجة هنا؟ لأن إذا ساوت هذه الفتحة 60 درجة وهذه الفتحة أيضا 60 درجة ومجموع قيس الزاوية المثلث 180 درجة، فبالتالي فبالضرورة هنا هاتان الزاويتان مجموع أقيستهما يساوي 180 إلا 60 وهما متقايستان. فبالتالي 180 إلا 60 تبقى 120 على 2 تساوي 60. فبالتالي في كلا الحالات الثلاث الزوايا الثلاث هنا متقايسة. فبالتالي هنا إذا كان المنطلق هنا هو مثلث متقايس الضلعين وإحدى زواياه
قيس فتحتها 60 درجة، فبالضرورة الزوايا 3 متقايسة، قيس فتح الزاوية A يساوي قيس فتح الزاوية B يساوي قيس فتح الزاوية C يساوي 60 درجة، وعندها المثلث هو متقايس الأضلاع. التذكرة الآن، مثلث متقايس الأضلاع ما هو إلا مثلث متقايس الضلعين وقيس إحدى زواياه 60 درجة. نمر إلى هذا النشاط الثاني. في هذا النشاط سوف ننتهي إلى أن في مثلث متقايس الأضلاع الزوايا 3 متقايسة. هذا النشاط الثاني يقول: ارسم مثلثا ABC متقايس الأضلاع بين أن قيس كل زواياه عفوا بين أن قيس كل زاوية من زواياه 60 درجة. وبالتالي هنا المنطلق هو أن ABC مثلث متقايس الأضلاع. ABC مثلث متقايس الأضلاع، ما نريد تعليله أو تبيانه هو أن قيس فتحات الزوايا 3 مساوية ل 60 درجة. المنطلق كما قلت منذ قليل ABC متقايس الأضلاع، ففي حالة هذا المثلث المتقايس الأضلاع يمكن اعتبار كل قمة من قمم هذا المثلث يمكن اعتبارها كقمة رئيسية، لأن من كل قمة هنا يصدر ضلعان متقايسان، لأن بالضرورة الأضلاع 3 هنا متقايسة. يمكن أن نعتبر A كقمة رئيسية أو B كقمة رئيسية أو C كقمة رئيسية. فبالتالي هنا لو اعتبرنا أن A كقمة رئيسية، يعني هنا القاعدة سوف تبقى BC، الزاويتان المجاورتان للقاعدة متقايستان. فبالتالي هنا قيس فتحة الزاوية C يساوي قيس فتحة الزاوية B. A كقمة رئيسية تعطي قيس فتحة الزاوية B تساوي قيس فتحة الزاوية C. وإذا اعتبرنا أن B كقمة رئيسية ماذا يعطي هنا؟ القاعدة سوف تصبح AC هذه القطعة، وقيس فتحة الزاوية A يساوي قيس فتحة الزاوية C. وبالتالي عندما ننظر إلى النتيجتين هنا، قيس فتحة الزاوية A يساوي قيس فتحة الزاوية C، وقيس فتحة الزاوية C يساوي قيس فتحة الزاوية B. فبالتالي هنا الزوايا 3 هنا متقايسة، ولدينا قيس فتحة الزاوية A يساوي قيس فتحة الزاوية B يساوي قيس فتحة الزاوية C يساوي 60 درجة، ما هي إلا 180/3. فبالتالي هنا الخلاصة في مثلث متقايس الأضلاع بالضرورة الزوايا 3 متقايسة. التذكرة: زوايا مثلث متقايس الأضلاع متقايسة وقيس كل منها 60 درجة كما ترون هنا، لأن مجموعة الزوايا المثلث تساوي 180 درجة. هذا معلوم، 180/3 يساوي 60 درجة. نمر الآن إلى هذا التطبيق لمزيد التمكن والفهم. أليف: ارسم مثلثا A B C قائم الزاوية في A حيث قيس فتحة الزاوية B يساوي، وطول الضلع القائم A B يساوي 3 سنتيمتر. الرسم هنا الأمر هين، لدينا المثلث A B C قائم الزاوية في A، هنا الضلع القائم A B قيس طوله 3 سنتيمتر، وقيس فتحة الزاوية B يساوي 60 درجة. نمر الآن إلى السؤال الموالي. نعتبر النقطة D مناظرة النقطة B بالنسبة إلى A. هنا A مركز التناظر هنا، بالتالي هنا D و B متناظرتان بالنسبة للنقطة A، يعني هنا أن البعد AB يساوي البعد AD. هذا هو تعيين أو بناء النقطة D مناظرة B بالنسبة إلى A مركز التناظر. السؤال الموالي هنا: بين أن المثلث BCD متقايس الأضلاع واستنتج طول أحد أضلاعه، كيف سنبين أن هذا المثلث ABC عفوا المثلث BCD متقايس الأضلاع؟ بكل بساطة هنا ماذا نلاحظ هنا؟ بما أن هذا المثلث ABC قائم الزاوية في A، هنا النقطة D هي مناظرة B بالنسبة إلى A، A هنا مركز التناظر، ويمكن اعتبار أيضا أن النقطة D هي مناظرة B بالنسبة لمحور التناظر AC. بما أن لدينا هنا زاوية قائمة يمكن أن نقول أيضا أن هنا D هي مناظرة B بالنسبة لمحور التناظر AC، لأن هذا البعد AB يساوي هذا البعد AD
وبالإضافة إلى زاوية قائمة هنا في A، يعني أن المستقيم AC هنا هو الوسط العمودي للقطعة BD. وبالتالي ما نعرفه عن التناظر المحوري هو يحافظ على أقيسة الزوايا. فبالتالي هنا التناظر المحوري محوره AC، ماذا نلاحظ؟ مناظرة B هي D، مناظرة B بالنسبة إلى AC هي D، ومناظرة C هي C نفسها لأن C تنتمي لمحور التناظر، وأيضا مناظرة A بالنسبة لمحور التناظر AC هي أيضا A. فبالتالي هنا ماذا يمكن أن نقول؟ مناظرة هذه الزاوية BA BC هي الزاوية DA DC. مناظرة هذه الزاوية هي هذه الزاوية. التناظر المحوري يحافظ على قياس الزوايا هنا، يعني قيس فتحة هذه الزاوية أيضا يساوي 60 درجة. وبالتالي ماذا نلاحظ؟ نلاحظ هنا في هذا المثلث BCD، هذا المثلث له زاويتين متقايستان، فبالضرورة هو مثلث متقايس الضلعين. مثلث متقايس الضلعين مجموع الأقصى هنا مجموع أقصى الزوايا يساوي 180 درجة، فبالضرورة الزاوية الثالثة هذه الزاوية أيضا تساوي 60 درجة. فبالتالي هنا مثلث متقايس الضلعين 60 درجة 60 درجة، الزاوية الثالثة أيضا قيس فتحتها 60 درجة، فبالضرورة هنا نحن أمام مثلث متقايس الأضلاع. فبالتالي هذا المثلث هو متقايس الأضلاع لأن الزوايا الثلاثة متقايسة. بالتالي هنا هذا المثلث بي سي دي قيس فتحات زوايا دي وبي وسي تساوي 60 درجة، وبالتالي مثلث متقايس الأضلاع. بالنسبة إلى طول أحد أضلاعه رأينا منذ قليل أن دي مناظرة بي بالنسبة إلى A، يعني هنا A منتصف القطعة بي دي. هنا بما أننا نعلم أن AB عفوا يساوي 3 سنتيمتر، هذا يعني أيضا أن AD يساوي 3 سنتيمتر، ومن هنا طول هذا الضلع BD يساوي 2 في 3 سنتيمتر يساوي 6 سنتيمتر. وهكذا في النهاية توصلنا إلى أن هذا المثلث BCD هو مثلث متقايس الأضلاع لأن الزوايا هنا متقايسة 60 درجة 60 درجة 60 درجة، وقيس أحد أضلاعه 6 سنتيمتر. أنهينا مع هذه الحصة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.